يلا بينا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2020، بيبر 2 فاريانت 3. والسؤال الأول، السؤال هنا يا جماعة بيقول لي، ركزوا معايا. Figure diagram 1 shows a solid rectangular sided block. خلاص؟ طيب بصوا يا جماعة، هو عايز الفوليوم اوف ذا بلوك، هو عايز الفوليوم اوف ذا بلوك، تمام؟ طيب ركزوا معايا كده، ده الفرونت اللي هي ده، تمام؟ وده السايد اللي هو ده، تمام؟ طيب تعالوا نشوف نحل السؤال زي ده ونجيب الفوليوم ازاي. حبايبي، من الواضح ان الفرونت المسافه هنا من 1 ل 5 دي 4 سنتي، تمام؟ ومن 4 هنا ل 11 هنا دي 7 سنتي. طيب بالنسبه للسايد حبايبي، بالنسبه للسايد المسافه دي 4 سنتي، والمسافه دي حبايبي 6 سنتي، تمام؟ طيب الكلام ده معناه ايه؟ ركز ركز، ايه المشترك يا جماعه ما بين السايد والفرونت؟ ايه المشترك ما بين السايد والفرونت؟ ال 4 سنتي، تمام؟ فلو طبقنا دي هنا يا جماعه هتلاقي معناه ان دي 4 سنتي ودي ال 6 سنتي ودي ال 7 سنتي، تمام؟ طيب يبقى الفوليوم اوف ذا بلوك يتجاب ازاي يا جماعه؟ اي فوليوم بلوك، اي فوليوم بتاع بالشكل ده بيتجاب ازاي يا حبايبي؟ ها، ويدث في لينث في هايت، يعني 7 في 6 في 4، تطلع الاجابه كام يا جماعه؟ 168 سنتيمتر كيوب، 168 سنتيمتر كيوب، تمام؟ طيب تعالوا بينا نشوف، يلا بينا يا جماعه نشوف السؤال اللي بعده، يلا بينا السؤال اللي بعده. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3. والسؤال الثاني سؤال مكرر، سؤال مكرر يا جماعه، ثالث مره نجاوب. جاوبناه في فاريانت 1 وجاوبناه في فاريانت 2 ودينا بنجاوبه ثاني دلوقتي. فبيقول لي يا جماعه، هل الفيلوسيتي هنا كونستنت؟ قلنا مستحيل، تمام؟ طب هل هي ديكريزنج سبيد؟ قلنا برضو مستحيل لان هي عماله تزيد. طب هل هو نيجاتيف اكسلريشن؟ برضه مستحيل يا جماعه لان هي بتزيد، نيجاتيف اكسلريشن ده معناه ديسلريشن. طب هل هو الاكسلريشن نوت كونستنت؟ ليه؟ لان من 0 ل 2.8 زاد 2.8، من 2.8 ل 5.1 زاد 2.3، من 5.1 ل 7 زاد 1.9. اذا ده يا جماعه نوت كونستنت اكسلريشن، نوت كونستنت اكسلريشن، تمام؟ السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فارين 3. والسؤال الثالث، تعالوا بينا نشوف برضو سؤال مكرر. Which statement about acceleration is correct؟ قلنا يا جماعه، هل هو distance traveled in one second؟ قال لك لا يا باشا، ده السبيد. طب هل هو الفورس divided by distance traveled in one second؟ احنا قلنا يا جماعه الفورس distance traveled in one second ده السبيد. انا الحقيقه ما عنديش رول اسمها F over V. طيب هل هو الفورس اكتنج اون ان اوبجكت ده الجرافيتي؟ اذا مين يا جماعه الوحيده اللي تمشي اكسلريشن؟ هي ان هي التشينجينج سبيد اوف ان اوبجكت اللي هي في ماينس يو اوفر تي. السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3. والسؤال الرابع، تعالوا نشوف. Which statement correctly describes the effect of placing a heavy load on a car؟ جاوبناها يا جماعه قبل كده، قلنا يا جماعه العربيه الثقيله صعب تحركها وصعب ايقافها، صعب تحركها وصعب ايه؟ فرملتها. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3. السؤال الخامس، تعالى بقى ده سؤال جديد، ده مش سؤال مكرر. Which row gives the correct weight for the mass shown؟ مع الاخذ في الاعتبار ان جي، ها، بكم؟ ان جي بكم يا جماعه؟ جي ب 10. حبايبي امسك اول واحده، مش انا عندي دبليو ايكوال ام جي؟ طيب 2 في 10 ها ب 20، اظن الاجابه هتكون. طب امسك اللي بعدها، ها، دبليو ايكوال ام جي 10 في 10 بكام؟ ب 100. طب يعني 10 في 10 مش بواحد. طيب اللي بعده، 10 في 10 بكام؟ ب 100، المفروض الويت يكون 100 يعني مش ب 10. طيب 20 في 10 بكام؟ ب 200 يعني مش ب 2. يبقى مين الوحيده الصح يا جماعه؟ مين الوحيده اللي جايبه الماس والويت مظبوط؟ مين ال 2 في ام في جي ايكوال دبليو؟ هي طبعا اول واحده. سؤال مكرر، سؤال سهل بس مش مكرر. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3. والسؤال السادس، تعالوا بينا نشوف. ريكتانجلر جيمنيزيوم از 50 25 وايد 8 هاي، دنسيتي مش عارف كام، ممكن تستيميت الماس؟ سؤال اطفال، سؤال اطفال، لينث وويدث وهايت ودنسيتي وعايز ماس، يبقى دنسيتي ايكوالز ماس اوفر فوليوم، يبقى ده معناه ان الماس ايكوالز دنسيتي تايمز الايه؟ الفوليوم، يعني 1.2 في الفوليوم اللي هو 50 في 25 في 8 يطلع لي يا جماعه 12000 كيلو جرام. يا راجل ده ما فيش تحويله، سؤال قمه في السهوله. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3. السؤال السابع بيقول لي which moving object has a resultant force acting on it؟ ركز 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 يا جماعه معايا، مين اللي عليه resultant force؟ ركز معايا بقى يا جماعه،
امسك كده الاربع اختيارات، هتلاقي هنا كونستنت سبيد، وهنا كونستنت سبيد، وهنا تيرمينال فيلوسيتي، يعني كونستنت سبيد برضه بالمناسبه كونستنت سبيد. الله، مش كونستنت سبيد معناها اكسلريشن ايكوال زيرو؟ اه، طب مش احنا عندنا اف بتحب الايه، يبقى ما بين الاكسلريشن بزيرو يبقى الفورس بايه؟ ايه ده يا مستر؟ ده كلهم يا مستر، كلهم يا مستر الفورس عليهم بزيرو. قال لك لا، لو لاحظت هتلاقي دي فيرتيكالي ودي يعني ماشيه في ستريت لاين، ودي فيرتيكالي يعني ماشيه في ستريت لاين، ودي يا جماعه ستريت يعني ماشيه في ستريت لاين. الوحيده يا جماعه اللي مش ماشيه في ستريت لاين هي مين؟ هي بي. تمام؟ اذكركم، حد فاكر الدرس ده كان ايه يا جماعه؟ الحاجه لما خدنا يا جماعه في درس خدنا فيه ايه؟ قلنا في حاجه يا جماعه ان الجسم بيكون بياكسلريت مع انه ماشي بكونستنت سبيد. ايه الدرس ده؟ ايه الدرس ده يا جماعه؟ ايه الدرس اللي احنا خدنا فيه ان الجسم بياكسلريت مع الحاجه اللي ماشيه يا جماعه ايه؟ في دايره. ليه؟ لان هي عماله تغير اتجاهها، عماله تغير اتجاهها. تمام؟ فهمنا حبايبي القصه هنا شكلها عامل ازاي؟ اذا الاجابه هتكون بي. يبقى طول ما انت ماشي بكونستنت سبيد في ستريت لاين، كونستنت سبيد في ستريت لاين، كونستنت سبيد في ستريت لاين، فالفورس عليك بزيرو والاكسلريشن عليك بزيرو. انما ماشي بكونستنت سبيد في سيركل، لا يا فندم، في فورس وفي اكسلريشن اللي هي يا جماعه توردز السنتر اوف موشن اللي بنسميها السنتريبيتال فورس. تمام؟ ده كان السؤال السابع. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3، والسؤال الثامن تعالوا نشوف قصته ايه. Which quantity is not a vector؟ يا حافظ يا مش حافظ يا جماعه، يا انت حافظهم يا مش حافظهم. يا جماعه التمبريتشر هي الوحيده اللي مش فيكتور، الاكسلريشن فيكتور. احنا قلنا يا جماعه ان مهم جدا ان احنا نحفظ بعض الامثله على الحاجات السكيلر، وبعض الامثله حبايبي على الحاجات الفيكتور، وبعض الامثله على الحاجات الايه؟ الفيكتور. تمام؟ يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل حبايبي. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3، والسؤال التاسع. A ball falls vertically to the floor and rebounds vertically upwards. نزلت بسبيد كام؟ 4. ردت لفوق بسبيد كام؟ 3. ركز ان هي نزلت بسبيد كام؟ 4. ردت لفوق بسبيد كام؟ 3. ووزن الكرة 0.50. ممكن تحسب التشينج المومنتم. القصة يا جماعة كالآتي، انا عندي كرة كده نزلت يا جماعة كده بسرعة 4 وردت بسرعة 3. تمام؟ إذا يا جماعة هي نزلت، ما هي ام في ماينس ام يو، دي ما فيهاش كلام، بس هي القضية الفي بكام واليو بكام؟ ما كلنا عارفين إن ام في ايكوالز ام في ماينس ام يو. الكرة يا جماعة نزلت بسرعة 4 تمام؟ وردت بسرعة 3، إيه الماينس اللي أنت كتبتها دي؟ حبايبي المومنتم فيكتور. فبما إن هي نزلت بسرعة 4 فقدامك حاجة من الاتنين، يا تعتبر دي ماينس وتعتبر دي بلس لان هي عكسها في الموشن، يا اما تعتبر هي دي البلس وهي دي الماينس. على فكره انت حر بالمناسبه، يعني ده شيء يخصك انت، انت اللي تختاره معايا، بس طبعا احنا بنفضل ان ايه، ان هي تكون بالشكل ده. تمام؟ فهنقول تشينج مومنتم ايكوز ام في ماينس ام يو، لا اختلاف عن الام ب 0.50. طيب في الفاينل سبيد بكام؟ بلس 3 ماينس ام يو. ام بكام يا جماعه؟ 0.5 زي ما هي. يو بكام يا جماعه؟ نيجاتيف 4. يوب كام حبايبي؟ نيجاتيف 4. ركز ان دي نيجاتيف 4 ودي بلس 3. لو حسبت الحسبه الجميله دي يا جماعه يطلع لك 3.5 كيلو جرام متر بير سكند. سؤال، المومنتم اللي طلع ده بلس ولا ماينس؟ المومنتم اللي طلع ده بالبلس ولا بالماينس؟ طبعا بالبلس. يبقى اتجاهه فين يا جماعه؟ يبقى اتجاهه فين؟ يبقى اتجاهه مع مين؟ اتجاهه مع مين؟ مع الثلاثه، which is برضو ايه؟ معايا؟ فهمنا يا جماعه القصه؟ انتوا عارفين يا جماعه لو كان ده طلع بالماينس كان هيبقى اتجاهه ايه؟ داونورز. حبيبي مش انت اللي اخترت ان فوق بلس وتحت ماينس؟ خلاص، يبقى دي يا جماعه، يبقى هنقول له ازاي يا جماعه؟ هتكون ابورز لانها طلعت بلس، واحنا اخترنا من اول الاجابه ان الابورز يكون هو الايه؟ هو البلس. يبقى يا جماعه 3.5 كيلو جرامز متر بير سكند واتجاهها ابورز. سؤال مومنتم قمه في الروعه، سؤال مومنتم جميل جدا. السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3، والسؤال العاشر تعالوا بينا نشوف قصته ايه. بيقول لي a mass bounces up and down. يا جماعه في ماس يا جماعه طالعه نازله كده تفايبريت. At which point does the mass have the least gravitational potential energy؟ طب يا جماعه هو مين اقل انا بسالكم سؤال، في دول كده مين لو ده الارض، دي الارض يا جماعه، مين في دول اقل gravitational potential energy؟ مين في دول حبايبي اقل gravitational potential energy؟ ها، اوطى واحده
صح؟ يبقى دي ايه؟ دي اقل جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. ليه يا جماعه مش البوتنشال انرجي ام جي اتش؟ يبقى اوتا هايت هو اقل جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. طيب مين اكتر واحده يا جماعه مشدوده؟ مين اكتر واحده مشدوده؟ تالت واحده يا جماعه هي اكتر واحده الفيرست دي يا جماعه مشدوده. انتوا شايفين كده؟ انتوا شايفين ان دي مشدوده اكتر من دي؟ ازاي يعني يا جماعه؟ يعني ازاي؟ ها يبقى الموست ريتش هي الموست الاستيك ايه انرجي. يبقى يا جماعه ليست اماونت اوف جرافيتيشنال بوتنشال انرجي عند اللوست بوينت والموست الاستيك ستورد انرجي عند اللوست ايه عند اللوست بوينت. يا جماعه الموست الاستيك يا جماعه هي سوري الموست الاستيك انرجي ستورد هي لما تكون اكتر حاجه ايه مشدوده. دي اجابه هذا السؤال. يلا يا جماعه نشوف السؤال اللي بعده. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال ال 11. تعالوا نشوف مين يا جماعه من دول اللي دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير، السبيد ولا الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي ولا الكينيتيك انرجي ولا المومنتم؟ مين في دول يا جماعه دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير؟ اولا سبيد هي في، فمن الغباء ان انا اقول ان الفي دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير، ما فيش حاجه اسمها كده. طيب البوتنشال انرجي يا جماعه ايكوالز ام جي اتش، فما اقدرش اقول ان هي دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير. انما يا جماعه الكينيتيك انرجي ايكوالز ايه يا جماعه؟ الكينيتيك انرجي ايكوالز هاف ام في سكوير، فالكينيتيك انرجي هي دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير. المومنتم يا جماعه ايكوالز ماس في فيلوسيتي، فالمومنتم هو بروبورشنال للفي وليس الفي سكوير وليس الفي ايه الفي سكوير. اذا يا جماعه مين الحاجه بشكل مباشر دايركتلي بروبورشنال للفي سكوير؟ قطعا هي الكينيتيك انرجي. سؤال جميل وسهل. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال ال 12. تعالوا نشوف قصته عامله ازاي. يا جماعه السؤال مكرر، فانا بسال مين الفيس في دول اللي لو نيمت البلوك عليه يبقى ليست بريشر؟ ها مين؟ قلنا يا جماعه اسهم، فلما قسنا يا جماعه الويدث في اللينث ولا الويدث في الهايت ولا وات ايفر بقى هو ايه يطلع 3200 لان دي تعتبر ب 40. طب وده يا جماعه طلع بكام؟ ب 1600 لان ده 80 في كام؟ في 20. وده بكام يا جماعه؟ ب 80. اذا يا جماعه الاجابه هتكون اكبر اريا بريشر ايكوال فورس اوفر اريا. فاز لونج از ان البتاع وزنها لم يتغير، كلما زاد الاريا كلما قل ايه البريشر. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 السؤال ال 13. سؤال روعه. A pipe full of water connects a water supply on a hill to a tap lower down the hill. عندي يا جماعه القصه ايه؟ عندي يا جماعه خزان ميه فوق، تمام؟ واصل بماسوره الحنفيه من تحت، تمام؟ خلاص؟ The height of the supply above the tap is 100. بص يا جماعه، طول الماسوره كام؟ 500 متر. ارتفاع السبلاي فوق الحنفيه معايا 100 متر. وذا density of the water is 1000. ممكن تحسب الووتر بريشر ات ذا تاب. لا اختلاف يا جماعه ان هي بريشر ايكوالز رو جي اتش، لن يختلف اثنين ان البريشر ايكوال رو جي اتش. بس يا ترى اتش هي مين؟ اتش هي ال 500 ولا ال 100؟ هي ده السؤال. يا ترى الاتش بالنسبه لي هتكون ال 500 ولا ال 100؟ طبعا يا جماعه هتكون، ايه رايكم يا حبايبي؟ اكيد ال 100 يا جماعه. اتش ده هايت، اتش ده هايت او ديبث، يبقى 1000 في 10 في 100 وليست 500، يبقى الاجابه هتكون مليون باسكال. دي إجابة هذا السؤال. يعني اللخبطة الوحيدة اللي فيها هي هتكون يا ترى 500 ولا يا ترى 100. سؤال بريشر جميل جدا. جون 2020 بيبر 2 فالين 3 والسؤال ال 14 بيقول لي when molecules rebound from a wall a force is exerted on the wall what causes the force. ماذا ايه سبب الفورس يا جماعة؟ ها عندي حاجة كده، عندي حاجة يا جماعة اهو تمام. الموليكيول ها الموليكيول يا جماعه خبط كده ها ورد كده، الموليكيول خبط كده ورد كده. ها يا جماعه الخبطه دي مش حصل تشينج ان فيلوسيتي؟ مش الكوره كانت جايه كده وردت كده؟ ها يبقى ايه الوضع يا حبايبي؟ اف يبقى مين يبقى وات كوزز ذا فورس؟ التشينج ان مومنتم. التشينج ان ايه؟ التشينج ان مومنتم. دي اجابه هذا السؤال الجميل. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال ال 15 بيقول لي the relationship between pressure P and volume V of the gas is PV equal constant under which conditions for the mass of the gas and for the temperature does the equation hold. حبايبي احنا لما خدنا الدرس ده يا جماعه قلنا انا عندي ثلاث حاجات P و V و T، فعند دراسه العلاقه ما بين حاجتين لازم الثالثه تكون constant.
ده مش بس لازم التالتة تكون كونستنت، ده لازم anything else يكون كونستنت، يعني الماس يكون كونستنت والتمبرتشر تكون كونستنت وعدد المولكيولز تكون كونستنت، كل حاجه تكون كونستنت. يبقى تاني يا جماعه، انت هتدرس العلاقه ما بين البي والفي، تمام؟ يبقى هم دول بس اللي يتغيروا، بي تزيد في تقل، في تزيد بي تقل. Any other factor لازم يكون constant عشان تعمل comparison مظبوط وتعمل دراسة مظبوطة. فجماعة أقدر أقول ببساطة إن temperature لازم تكون constant والماس لازم تكون constant. الحاجتين الوحيدتين حبايبي اللي هم يتغيروا هم ال P وال V. تمام؟ دي إجابة هذا السؤال. جون 2020 paper 2 variant 3 والسؤال 16. يا جماعة إيه الليكويد اللي هنا وإيه دي؟ ايه دي؟ طبعا يا جماعة احنا الووتر لا يصلح للثيرمومترز. ليه؟ لان الووتر بيلزق على الازاز، الووتر بيلزق على الازاز، فالووتر لا يصلح ان يكون. فاذا يا جماعة دي غلط ودي غلط. طب يا ترى بتعلم شاور عليها دي ايه؟ narrow tube of uniform diameter ولا this end is immersed in substances to be measured. يا جماعة هو انا لما بقيس بالثيرمومتر بقيس بالناحية دي ولا الناحية دي؟ يعني هل انا لما بقيس بالثرمومتر بقيس بالناحيه دي ولا بالناحيه دي؟ طبعا يعني اكيد مش واي معايا، يعني واي دي انا ببقى ماسكها بايديا. اذا يا جماعه الليكويد اللي موجود هيكون الكحول، والتيوب ده يا جماعه النارو تيوب ده يا جماعه البتاع اللي هو مشاور عليها بواي دي يا جماعه هتكون هي النارو تيوب، هتكون هي يا حبايبي النارو تيوب. دي اجابه هذا السؤال الجميل. جون 2020 paper 2 variant 3 والسؤال 17. عايزين ننجز يا جماعه عشان نحل لنا حبه كده حاجات تانية او نشوف اسئلتكم مع بعض. اظن يا جماعه اتكلمنا في الموضوع ده. يا جماعه لو انا سخنت البلوك ده وسخنت البلوك ده وسخنت البلوك ده وسخنت البلوك ده، مين بالمنطق كده اللي هيسخن اسرع؟ مين اللي هيديني greatest temperature change؟ من الاخر يا جماعه الاصغر، اكيد الاصغر ماس هيسخن اسرع. تمام، ده سؤال جميل ومكرر. جون 2020 paper 2 variant 3 والسؤال 18. سؤال مش مكرر ولا حاجة. Why are metals better conductors of thermal energy than non-metals؟ نجيب عيل في رابعة ابتدائي يا جماعة جاوبها، نجيب عيل في رابعة ابتدائي جاوبها. ليه الميتالز conductors أحسن من non-metals؟ طبعا يا جماعة لأن هي عندها free moving electrons. هو ده اشترب لا هو بسبب أن الموليكيوز بعاد عن بعض، الكلام ده مش صحيح، اصلا المولكيولز قريبه من بعض، ولا بسبب ان المولكيولز بتفايبريت كويس، ولا بسبب ان هم سموثر سيرفيس. لا يا جماعه السبب هو الفري موفينج الكترونز. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 والسؤال 19. هنا سؤال في كلام يا جماعه. انا عايزك تتخيل معايا ازازه بالشكل ده، الازازه دي جواها ميه سخنه، مش الميه السخنه دي يا جماعه هتسخن الهواء اللي حواليها؟ صح. فالهواء يسخن يكسباند يلس دنس فيعلى لفوق، كونفكشن ده ولا مش كونفكشن؟ طيب لما انا احط حوالين الازازه بتاعتي فاكيوم، مش انا كده برضو اعتبر منعت الهيت لوس باي كونفكشن؟ صح ولا لا؟ معايا؟ اذا يا جماعه انا عندي ميه سخنه هنا معايا، وجود البتاع ده الفاكيوم ده منع حاجتين، منع التلامس ما بين الليكويد السخن وما بين الهواء الكولد، يبقى اذا ده منع كوندكشن، ومنع يا جماعه ان الهواء اللي هنا يسخن فيكسباند فيلس دنس فيعلى لفوق. فلما يقول لي which method of heat loss is reduced by a vacuum between the silvered wool، هتكون يا جماعه احنا منعنا الكوندكشن والكونفكشن كمان، احنا منعنا كوندكشن ومنعنا ايه كونفكشن. انما للاسف يا جماعه الفاكيوم مش هيقدر يعمل حاجه للراديشن، الفاكيوم مش هيقدر يعمل حاجه. عارفين مين اللي يعمل حاجه في الراديشن؟ ها مين اللي يعمل حاجه في الراديشن؟ السيلفرد وول. السيلفرد وول يا جماعه هو اللي يرد الهيت تاني ايه لجوه. دي اجابه هذا السؤال الجميل. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 والسؤال 20. تعالوا نشوف قصته ايه. An earthquake monitoring station records the arrival of 16 complete waves of an earthquake in 20 seconds. 16 wave في 20 ثانية. The speed of the earthquake is 6 kilometer per second. What is the wavelength? لا اختلاف ان هي V equal lambda F. ماشي. جميل. ال V اهي. واللامدا احنا عايزينها. فين ال F ساعتك؟ انا مش شايف اي frequency في السؤال. فين الفريكوانسي اللي في السؤال؟ قال لك هنجيبها ازاي؟
يا جماعة إيه هي الفريكوانسي؟ إيه هي الفريكوانسي؟ A number of complete waves in 1 second. طيب أنا عندي 16 complete wave في 20 second، يبقى كم complete wave in 1 second؟ أنا عندي 16 complete wave in إيه؟ in 20 second، يبقى كم wave in 1 second؟ لو حسبناها يا جماعة هتطلع ها 0.8 هرتز. تمام؟ أنا كده حسبت الفريكوانسي. إذن يا جماعة التركة الوحيدة اللي في هذا السؤال إن يعني الفريكوانسي مش جاية كاملة، لا الحقيقة في تركة كمان. إيه هي؟ طب جميل، V equals lambda F، يبقى lambda equals V over F. ال V بستة وال F بكام؟ ب 0.8. تطلع لي يا جماعة ال wavelength بكام؟ 7.5 كيلومترز. ليه يا مستر 7.5 كيلومترز؟ ما احنا متعودين نطلعها بالميترز حبيبي. السبيد عندك بالكيلومتر بير سكند، يبقى الويف لينث هيطلع بالايه؟ بالكيلومتر. تمام، يبقى لسه في تركه كمان. ايه هي؟ ان احنا يا جماعه نحول ال 7.5 كيلومترز لميترز. ليه؟ لان الاجابات عندي كلها بالميترز. والله لو كانت لو كان جايبها لي بالكيلومترز كنا استريحنا. اذا يا جماعه الاجابه هتكون ايه؟ إذن يا جماعة في تركتين في هذا السؤال، لا اختلاف يا جماعة إن هي V equal lambda F، بس كان عندك مشكلة. المشكلة الأولى ما كانش عندك فريكوانسي فحضرتك حسبتها. المشكلة الثانية إنك أنت هتطلع الإجابة بالكيلومتر، فبالتالي كان لازم تحولها الميترز إن أنت تضرب في ألف. طبعا يا جماعة 7.5 كيلومتر هي نفسها 7500 متر، هي نفسها الرقم ده 7.5 times 10 power 3 meters. ده إجابة هذا السؤال. جون 2020 paper 2 variant 3 والسؤال ال 21، سؤال مكرر يا جماعة وقديم. مين الامبليتيود ومين الويفلينث؟ عرفنا يا جماعة ان الامبليتيود من النص لفوق او من النص لتحت، والويفلينث من كريستل لكريستل اللي وراه او من ترافل لترافل اللي وراه. اذا من واضح يا جماعة ان الامبليتيود 3 سنتي والويفلينث هو 8 سنتي. سؤال مكرر. جون 2020 paper 2 variant 3 والسؤال ال 22 بيقول لي سؤال مكرر تاني يا جماعة. قلنا من بواخت أسئلة which statement is correct انك انت لازم تقرأ كل واحد بالتفصيل. فيا جماعة اول حاجة، يا ترى هل ال speed of light in glass equals speed of light in vacuum multiplied the refractive index؟ لا يا فندم، ال speed of light in glass بناء على هذه الإكويشن equal ال speed of light in vacuum divided وليست multiplied. الرول بتاعتنا الأصلية هي حولها كده وشوف، هتلاقي ان speed of light in glass هي speed of light in vacuum divided by a refractive index وليس multiplied by. تمام؟ B، هل ال angle of incident هي دي اللي مع السيرفس؟ لا يا فندم، ال angle of incidence هي اللي مع النورمال. اذا B غلط. التالتة، هل sign ال critical angle equal 1 على refractive index؟ ايوه يا فندم كلامك صحيح، لان refractive index equal 1 على sign ال critical angle، فبالتالي sign ال critical angle هي برضو equals 1 على refractive index. طب العبارة الرابعة، هل ال angle of refraction proportional لل angle of incidence؟ غلط، sign ال angle of refraction هي اللي proportional لل sign ال... يعني لو كان الرجل بس حط لي sign هنا كانت الإجابة دي بقت صحيحة. إنما هل ال angle of refraction نفسها proportional لل angle of incidence؟ لا يا فندم، sign ال angle of refraction هي اللي proportional لل sign ال angle of a of incidence. إذن دي كمان غلط. سؤال مكرر. جون 2020 paper 2 variant 2 3 والسؤال ال 23، which statement about converging lens is correct؟ تمام يا جماعة، once انه قال which statement يبقى امسك كل عبارة بالتفصيل. يلا نمسك دي، هل ال parallel rays اللي بتخش ال converging lens بتتجمع في نقطة اكبر من الفوكال length؟ لا الصراحة، احنا بنقول كل ال rays اللي بتيجي parallel تتجمع فين؟ في الفوكس. كل الريز اللي بتيجي parallel تتجمع فين؟ في الفوكس. خلاص، يبقى parallel rays enter a converging lens are focused at a distance greater than the focal length. لا بالضبط على الفوكال length، بالضبط على الفوكال length. طب امسك C، اذا دي غلط. C، the image formed by a converging lens when used a magnifying glass is real. حبايبي هو انت عارف اصلا انا عندي 1 2 3 4، هو انت عارف اصلا مين من الاربع حالات دول هي الماجنيفاين جلاس؟ تقدر تحدد لي؟ انت عندك اربع حالات لللينسز، انهي الحاله التي يطلق عليها ماجنيفاين جلاس؟
الحالة رقم 4. طب السؤال التاني، رسمت يا ابني اكستنشن ولا ما رسمتش؟ رسمت اكستنشن ولا ما رسمتش؟ رسمت، يبقى الصورة دي فيرتشوال، يبقى الصورة دي مش ريل، الصورة دي مش ايه؟ مش ريل. يبقى الحاجة الأولى، هل تعلم يا ولدي، هل تعلم يا بنتي، ايه هي الحالة اللي يطلق عليها ماجنيفاين جلاس؟ طب الحاجة التانية، انت شايف دي ريل؟ داجرام انت رسمت فيه اكستنشنز، يبقى دي ريل؟ لا يا فندم، يبقى فيرتشوال. دي تبقى ايه؟ اذا يا جماعة سي غلط. طب بي، the image form by a converging lens is always upright. يعني هل كل الايمجز اللي في الماجنيفاينج لينس ابرايت؟ يا جماعه انتوا شايفين دي ابرايت؟ انتوا شايفين دي ابرايت؟ انتوا شايفين دي ابرايت؟ لا طبعا مش دايما ابرايت، بالعكس ده في الغالب بتبقى ابسايد داون مش ابرايت. معايا؟ طب تعال نمسك ايه، a real image of an object projected onto a screen by a converging lens is always inverted. الصراحه يا جماعه دي تستقبل على سكرين وانفيرتد، دي تستقبل على سكرين وانفيرتد، دي تستقبل على سكرين، دي لا تستقبل على سكرين. اذا يا جماعه دايما الحاله اللي بنستقبلها على سكرين بتكون ايه؟ بتكون انفيرتد. تمام، سؤال جميل، يعني تقريبا راجع اللينسز اولا عن اخر بكل ما فيها. تمام، جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 والسؤال ال 24، an intruder alarm sensor detects. يا جماعه يا جماعه، intruder alarm وwarmer معايا، ناهيك انا مش هقول لك ان انت اصلا لازم تكون حافظ اليوزز، فانت لازم تكون عارف اصلا ان الانترودر الارم بيعتمد على الانفراريد. معايا؟ طب ما انا مش عارف الكلام ده حبيبي، مش قال لك وورمر يعني سخونه وهيت وكلام من ده؟ ها مين اللي في دول يعتبر سخونه وهيت حبايبي؟ الانفراريد. معايا؟ يبقى يا جماعه الاصل ان انت تكون حافظ اليوزز وعارف ان الانترودر الارم ده اصلا بيعتمد على الانفراريد. والله مش عارفها حبيبي، في كيورد تانية هنا تقول لك ان هي انفراريد، وورمر يبقى في هيت، يبقى في راديشن، يبقى في انفراريد. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 والسؤال ال 25، والسؤال ال 25 حبايبي، البنت دي بتتكلم والراجل ده سامع مع ان في ما بينهم حيطة، البنت دي بتتكلم والراجل ده سامع مع ان في حيطة، which statement explains this؟ تعال نشوف يا جماعة، تعال نبص على الحيطة من فوق، البنت اهي يا جماعة بتتكلم، فالبنت لما بتتكلم مفترض يا جماعة ان الراجل ما يسمعش. ليه؟ لان الويفز هتمشي كده وهتمشي كده، الحيطة يا جماعة هنا هتمنع اي ويفز ان هي يوصل للراجل. الحقيقة مش هو ده اللي حصل. ليه؟ انتوا ما خدتوش يا جماعه حاجه اسمها ديفراكشن ثرو ايدج؟ ما خدتوش يا جماعه ديفراكشن ثرو ايدج؟ مش الويفز يا جماعه بتعمل ديفراكشن؟ يبقى صوت البنت هيوصل للراجل بالديفراكشن ولا لا؟ تمام، اذا الراجل برضه هيسمع، الراجل برضه هيسمع. ليه؟ هل لان الساوند ويف ديفراكتد اراوند ذا وول، ولا الساوند ويف اخترقت الوول ان افكتد، ولا ان الساوند ويف انعكست عن الول ريفلكتد، ولا ان الساوند ويف ريفراكتد؟ قال لك لا، لان الساوند ويف ايه؟ ديفراكتد، عشان كده الراجل يا جماعه سمع. سؤال جميل عن الساوند. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 والسؤال ال 26، اظن اتكلمنا عنه قبل كده يا جماعه، قلنا يا جماعه هل يا جماعه المسمار من طبيعته ان هو ياتراكت الحاجات دي؟ هل المسمار من طبيعته ان هو ياتراكت البيبر كليبس دي يا جماعه؟ لا. طب لو جبنا مغناطيس لزقنا فيه؟ تصدق هياتراكت، تصدق هياتراكت. تمام، طيب لو شلنا المغناطيس دلوقتي ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ها لو شلنا المغناطيس، قال لك لو البتاع ده مصنوع من سوفت ايرون هيروح سايبه اهو، بص اهو اول ما تشيل المغناطيس يروح سايبه. تمام، طيب ده بالنسبه للسوفت اين. طب بالنسبه للستيل، قال لك نفس الموضوع، الستيل مش بياتراكت حاجه، الستيل اصلا مش بياتراكت حاجه، الستيل اصلا مش بياتراكت حاجه، بس لو جبنا له مغناطيس، ها لو جبنا له مغناطيس، ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هياتراكت. طب ركز بقى في الستيل، ركز في الستيل، لو شلنا المغناطيس لا هيفضل محافظ عليهم، هيفضل محافظ ايه؟ ده بنسميه permanent magnet. الستيل هنا بنسميه ايه؟ permanent ايه؟ فبيقول لي مين في دول permanent magnet احسن؟ بوجود الماجنت اتراكت الاثنين ولما شلنا الماجنت سابهم كلهم،
ولا بوجود الماجنت 2 ولما سيبنا الماجنت واحده اللي فضلت، ولا اربعه؟ مين اعلى نسبه يا جماعه؟ مين اعلى نسبه حفاظ على الدبابيس على البيبر كليبس؟ طبعا سي. واحد هيقول لي يا مستر طب 5 و2، لا 4 ل 3، 4 ل 3 افضل، 4 ل 3 افضل من 5. يعني بوجود الماجنت اتراكتد 5، وبعدين من غير الماجنت ساب 3، انما ده ساب واحد، ده كده ساب واحد معايا. يبقى مين افضل بيرمننت ماجنت؟ هو سي. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال 27. سؤال يا جماعه كومبو، سؤال ميكس، سؤال خطير. ليه؟ لانك لازم تكون عارف حاجتين، لازم تكون فاهم ماجنتزم ولازم تكون فاهم بوتنشيوميتر. ابدا لو بس يا جماعه، هل حد ركز ان الراجل هنا عايز يعمل ايه؟ ها الراجل هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يدي ماجنتايز. عايز ايه يا جماعه؟ عايز يدي ماجنتايز. هل يجوز الدي ماجنتايزيشن بدي سي؟ لا، الدي ماجنتايزيشن دايما بيبقى بايه؟ بإي سي. اذا خلينا نلغي سي ونلغي دي. سوري انا اسف، نلغي ايه ونلغي بي. ليه؟ لان دايجرام 1 مش هتركب معايا في حاجه. طب يبقى السؤال، احرك السلايدنج كونتاكت ده من ار لاس ولا من اس لار؟ تعالى واحده واحده بس نشوفها مع بعض، تعالى واحده واحده بس ايه نشوفها مع بعض. بص يا حبايبي، احنا قلنا يا جماعه انا عشان اعمل دي ماجنتايزيشن قدامي حل من اتنين. يعني طبعا بغض النظر عن الهامرنج وبغض النظر عن الهيتنج، انا لو معايا باور سبلاي قدامك حل من اتنين، انك تحرك البتاع ده سلولي لبره، او انك تخلي الماجنت جوه وتقلل الكرنت، تقلل الكرنت، تقلل الكرنت، تقلل الكرنت، تقلل الكرنت، تقلل الكرنت، تقلل الكرنت لغايه ما يبقى صفر معايا، لغايه ما يبقى صفر. تمام. طيب يبقى يا جماعه، يا تسحب المغناطيس لبره والاي سي شغال، يا تخلي المغناطيس لجوه وتقعد تقلل 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 في الكرنت لغايه ما توصل لايه؟ للصفر. تمام. طب انا قررت ان انا هقلل الكرنت. هل حد فيكم فاكر البوتنشوميتر؟ فاكرين يا جماعه لما قلنا الفولت ميتر بيقرا اللي في حضنه بس؟ فاكرين الكلمه دي؟ في كلمه كده انا كنت بقولها، يا جماعه الفولت ميتر بيقرا اللي في حضنه بس. تمام. طيب هنا يا جماعه البوتنشوميتر خلاص. طيب انا بسال سؤال دلوقتي يا جماعه، لو انا قلت لك ان دي 4 فولت، 4 فولت تمام. طيب دلوقتي يا جماعه الكويل ده ان باراليل مع البتاع ده كله، يبقى ده معناه يا جماعه الكويل اري كام؟ ده معناه ان الكويل اري كام؟ 4 فولت. ليه؟ ما هي دي 4 فولت ودي 4 فولت ودي 4 فولت. طب تعالوا يا جماعه، لو حركنا السلايدنج كونتاكت ده من اس لار كده، هل ده كده مش احنا كده نعتبر طلعنا حته بره صح؟ هل الحته دي كده هتكون 4 فولت؟ هل الحته الحمراء دي يا جماعه هتكون 4 فولت؟ لا، هتبقى تقريبا 3 صح. يبقى الفولتج اللي على الكويل ده كام؟ 3 فولت. ليه؟ لان الكويل ده يعتبر امبارل مع الحته دي بس. تمام. طيب لو حركنا السلايدنج كونتاكت كده، ها هل دي معايا؟ هل الحته البيضه دي معايا؟ هل الكويل امبارل مع الحته البيضه دي يا جماعه ولا مع الحته الحمراء؟ ها معايا الكويل امبارل مع الحته الحمراء صح. تقريبا كام يا جماعه؟ ها تقريبا هيقرا كام؟ ها 2 فولت، فبالتالي الكويل يقرا كده. طيب تعالى كده، ها الكويل ده امبارل مع مين دلوقتي؟ ها مع الحته دي، الحته دي كلها بره معايا. يبقى انا كده عمال اقلل في الفولتج. كده الكويل يا جماعه عليه فولتج كام؟ حد يعرف يقول لي كده الكويل ده عليه فولتج كام؟ زيرو. فهمت يا جماعه قصه البوتنشوميتر والبوتنشال ديفايدر والحاجات دي؟ تمام. فهمنا يا جماعه القصه. اذا يا جماعه انا هسالك سؤال، تعالى بقى تاني تعالى هنا. ايه رايكم يا جماعه، انا عشان اقلل الفولتج هنا احرك السلايدنج كونتاكت ده من اس لار ولا من ار لاس؟ ايه رايكم عشان اقلل الفولتج اعمل ايه؟ طبعا يا جماعه اتحركوا من اس لار، من اس لايه. اذا الاجابه حبايبي هتكون ايه؟ هتكون الفقره دي. سؤال جميل جدا، قلت لك سؤال كومبو، لازم تكون فاهم ماجنتيزم وكمان فاهم يا جماعه حاجه اسمها بوتنشوميتر، حاجه اسمها بوتنشوميتر. تمام. يلا يا جماعه السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال 28. ايرثينج يا جماعه،
ايرثنج يا جماعه، لو عندي كره بوزيتيف عايز اعمل لها ايرثنج وصلتها بالايرث، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ electrons flow from earth to the sphere, electrons flow from sphere to earth. اولا خلينا نلغي سي ودي، الله يبارك لك. ليه؟ الم اقل لكم اعزائي الكرام ان البروتونز ما بتتحركش؟ فاكرين الجمله دي لما خدنا التشارجنج باي اندكشن والمش عارف ايه، ما قلناش يا جماعه ان البروتونز ما بتتحركش، الالكترونز هي اللي تروح وتيجي؟ حصل ولا ما حصلش؟ تمام. اذا ببساطه يا جماعه ده بوزيتيف، ايه اللي هيحصل له يا جماعه؟ طبعا طبعا الالكترونز هتطلع له، طبعا طبعا الالكترونز هتطلع. اوعى تقول لي، اوعى واحد يجي يقول لي البوزيتيف تشارج هتمشي، ازعل منك، ازعل منك وخصمك واقطعك مدى الحياه. ده السؤال 28 عن الايرثينج، سؤال قمه في الروعه. السؤال اللي بعده جون 2020 بيبر 2 فارين 3، والسؤال 29. تعالوا نشوف سؤال مكرر يا جماعه. الراجل يا جماعه عنده ريزيستورين ايدنتيكال، عايز يعرف الواحد فيهم بكام؟ معاك التوتال فولتج، معاك التوتال كارنت، عايز اعرف الريزيستور الواحد بكام، وعامل لي خدعه. طبعا يا جماعه V equal IR، يبقى R equals V over I. V التوتال فولتج 2.2، 0.25 امبير التوتال كارنت، يبقى توتال فولتج على توتال كارنت يديني توتال ريزيستنس، توتال فولتج على توتال كارنت يديني توتال ريزيستنس. ايوه سعادتك، يبقى الاثنين دول مع بعض 8.8 اوم. فيجي واحد يستعجل يروح عامل لي كده، لا يا فندم، ما دام دي الاثنين مع بعض 8.8 وهم ايدنتيكال، يبقى الواحده بكام يا جماعه؟ الواحده ب 4.4، الواحده ب 4.4. دي اجابه هذا السؤال الجميل. يلا بينا على السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فاريان 3، والسؤال 30. برضو سؤال مباشر ابعد مما تتخيل. معايا يا جماعه كارنت، ركز معايا، ركز معايا، معايا كارنت. قلت لك يا بختك ويا سعدك ويا هناك لو انت عارف الحروف وحافظها كويس. معايا الكارنت، معايا الريزيستنس، وعايز باور. ممكن تجيبها على خطوه، ممكن تجيبها على خطوتين، انا بحب ام خطوه على طول، احنا مش هنقعد نضيع في وقت. انا عندي رول بتقول ان بي ايكوالز اي سكوير ار، هي دي رول اللي بتربط البي. تمام. اذا يا جماعه بي ايكوالز اي سكوير ار يعني 2 سكوير في 2 سكوير في 8 يديني 32. هل تتجاب على خطوتين؟ في واحد هيقول لي في ايكوال اي ار، يجيب لي الفولتج الاول معايا، خلاص جاب الفولتج ب 16، وبعدين يرجع يقول لي بعد كده البي ايكوال اي في. طب ما كنت ريحت دماغك، ما هي طلعت 32، ما كنت رايح تزمان، ما بي ايكوال اي سكوير ار عدل، خصوصا ان احنا في بيبر 2 فمحتاجين كل دقيقه، محتاجين كل دقيقه، كل ثانيه هتوفرها في السؤال هتخدمك في السؤال اللي بعده. تمام، سؤال جميل، السؤال رقم 30. السؤال اللي بعده جون 2020 بيبر 2 فارين 3، والسؤال 31. تعال نشوف. الله، فاكرين الدايود يا جماعه؟ فاكرين الدايود وامتى يخلي الحاجه تنور وامتى يخلي الحاجه تطفي؟ The lamps, the diodes, and the batteries in the circuits are identical. كل اللمبات دي والدايودات دي identical. In which circuit does the ammeter give the greatest reading? حبايبي، ammeter gives the greatest reading معناها ايه؟ ان الاميتر يقرا اعلى reading معناها ايه؟ lowest resistance، صح؟ امتى الاميتر يقرا اعلى reading؟ لما الريزيستنس تكون قليل. طب يلا بينا واحده واحده بقى حبايبي، الكرنت بيطلع من فين يخش فين؟ ها الكرنت بيطلع من فين يخش فين حبايبي؟ ها الكرنت بيطلع من البلس يخش في الايه؟ في الماينس. طب يلا نمشي 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 نمشي. ها ها الدايود ده هيعدي ولا مش هيعدي؟ ها الدايود ده هيعدي ولا مش هيعدي؟ هيعدي، صح ولا لا؟ اذا الاثنين شغالين زي الفل. طب امسك الثاني، يلا بيه، الكرنت بيطلع منين يا حبايبي؟ من البلاس يخش الماينس. طب يمشي 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 يمشي. ها ايه اللي هيحصل هنا؟ الحقيقه يا جماعه ده مش هيعدي، ده مش هيعدي. تمام، بس الثانيه كده كده هتعدي لان ما لهاش دايود. تمام، لان خد بالك الكارنت هنا ايه. تمام تمام، تعالوا نشيلها، تعالوا نشيلها يا جماعه، تعالوا نشيلها عشان نبص عليها كويس. طب امسك دي يا جماعه، يمشي يمشي يمشي. ها سد، اذا دي هتعدي ودي ايه؟ مش هتعدي، يلا بينا نشيلها. تمام، طب يلا يا جماعه هنا. يا جماعه هنا الكرنت اصلا مش طالع من البطاريه،
يعني هنا الكرنت السد واقف له من هنا، فلا دي هتتنور ولا دي هتنور. ليه يا جماعه؟ اوريدي الكرنت مش هيعدي، الكرنت اصلا مش هيعدي، يبقى مفيش الاثنين اصلا، مفيش الاثنين. انا بسال سؤال بقى، في دي ودي ودي، مين اللوست ريزيستنس؟ مع العلم ان اللومد ايدنتيكال، مين اللوست ريزيستنس؟ ام بارلل. لا ازاي يا جماعه؟ يا جماعه مش قلنا البارلل بيخلي الار توتال اقل؟ مش قلنا حبايبي البارلل بيخلي الار توتال اقل يا جماعه؟ تمام، فاهمين القصه يا جماعه؟ يبقى مين اقل ريزيستنس؟ اي. يبقى مين اعلى كرنت؟ اي. سؤال دايود قمه في الروعه، سؤال جميل جدا 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 يا جماعه. يلا السؤال اللي بعده، جون 2020 بيبر 2 فارين 3، والسؤال ال 32 للناس المحترمين. Two resistors are connected in series with a power supply. Which statement is correct؟ يا جماعة بكره أسئلة which statement is correct دي، يعني إيه؟ يعني بتخليني كده لازم أقراهم كلهم بالتفصيل الممل. أدي السيريس يا جماعة، يا جماعة ريحني وريح دماغك. في السيريس مين بيتوزع ومين إيكوال؟ يا جماعة من الآخر، الكرنت في السيريس أخباره إيه؟ هو لأن هو السؤال على الكرنت، السؤال أصلا مش على الفولتج، ها السؤال على الكرنت في السيريس. يا ناس يا مذاكرين، يا ناس يا مذاكرين، الكرنت في السيريس أخباره إيه؟ طبعا يا جماعة الكرنت في السيريس equal to each A in each resistor equal. تمام، سؤال جميل. جون 2020 بيبر 2 فارين 3، والسؤال 33، مين التو لوجيك جيتس اللي لما تدخله، لما تدخل لهم الاثنين هاي يطلع لك هاي؟ وربنا ما اعرف، وربنا ما اعرف، انا لازم اكون حافظ. مين يا جماعه اللوجيك جيت اللي لو مين اللوجيك جيتس اللي لو دخلت لهم اثنين هاي يطلعوا لك هاي؟ والله ادي الاورا اهي، والاند اهي، لو دخلت لها اثنين هاي تطلع لك هاي. لا الناند، لا الناند يا جماعه لو دخلت لها اثنين هاي تطلع لك لو، والنور لا برضه. يبقى مين يا جماعه اللوجيكين جيتين، اللوجيك جيتين الوحيدين اللي لما تدخل لهم اثنين هاي يطلعوا لك هاي؟ اظن الاند والاور، اظن الاند ايه. Which two logic gates each have high output لما تدخل لهم اثنين هاي؟ الاند والاور، الاثنين يا جماعه، الاند والاور كلاهما هاي، وهاي يديك هاي، او طبعا 1 1 يديك ايه 1. جون 2020 بيبر 2 فارين 3، والسؤال ال 34، السؤال ال 34 حبايبي، هو بيسأل على حالة واحدة يا جماعة اللي هي دي، بقية الحالات هو حللها. يا جماعة لو أنا دخلت هنا زيرو، سوري لو دخلت هنا 1 وهنا زيرو، إيه اللي هيطلع لي عند R، وإيه اللي هيطلع لي عند S، وإيه اللي هيطلع لي عند T؟ طيب تعالى كده واحدة واحدة، 1 وزيرو، تعالى كده ندخلهم. طبعا يا جماعة بيكرر بيكرر، لازم حضرتك تكون حافظ اللوجيك جيتس كويس. الأول يا جماعة، هو الأرض يعتبر إيه؟ الأرض يعتبر إيه؟ آه الأرض أند. طب الإس، الإس الإس ده أور. طب الغريب ده، البتاع الغريب ده، ها ده ناند. تمام، ده إيه؟ ناند. تمام، آه تمام. طب يبقى يا جماعه 01 01، يلا يلا بينا ندخله، مع انه مش هقلبهم بس مش فارقه، مش فارقه كتير. ها هنا 01 على الاند، ودخل هنا 01، ها ها 01 على الاند ب 0. طب 01 في الاور ب 1. طب دخل لي بقى ال 1 وال 0 دول الاثنين، دخلهم لي على الناند تطلع ايه؟ تطلع 1. اذا مين الاجابه يا جماعه؟ ها ايه مين الاجابه؟ هتكون دي 0 ودي 1 ودي ايه؟ ودي 1. الاجابه هتكون ايه؟ هتكون بي. سؤال جميل جدا جدا جدا. جون 2020 بيبر 2 فالين 3، والسؤال 35. اه سؤال بقى جامد للناس الجامده بس، مين في دول اي سي؟ سوري ماشي، مين في دول دي سي؟ مين في دول دي سي؟ ها طبعا يا جماعه، هل في اختلاف، هل في اختلاف ان دي اي سي؟ اظن درسناها، فاكرين الاي سي جنريتور؟ لن يختلف اتنين قاعدين قدامي ان دي اي سي. تمام، بس يبقى السؤال، هل دي اي سي؟ هل سيركت 1 اي سي؟ ها
سيركت 1 دي سي يا جماعه. لا يا مستر، ما هي اهي يا مستر عامله زي اللي احنا عملناها. ايوه حبيبي بص كده، سيركت 1 كل الفاليوز بوزيتيف. هي كل الموضوع ان هي فاريبل، يعني ايه يعني ايه؟ يعني هي طالعه نازله بس كلهم بوزيتيف، كلهم اباف الزيرو. تمام. سيركت 2 هاف بوزيتيف اند نيجاتيف فاليوز. يا جماعه الاي سي كرنت از ذا كرنت ذات كان هاف بوزيتيف اند نيجاتيف فاليوز. تمام. بلا منازع سيركت 3 ده دي سي، ابن دي سي، حفيد دي سي، من اصول دي سي. يعني ده اللي لا يختلف عليه اتنين ان ده دي سي دي سي، عشان بس نبطحين معايا يا جماعه. الاي سي هو الكرنت ذات فلوز ان بوث دايركشنز، يعني يبقى ليه بوزيتيف ونيجاتيف فاليوز. الدي سي كرنت ذات فلوز ان اونلي وان دايركشن، يعني يا يبقى كله بوزيتيف يا يبقى كله نيجاتيف. يعني يا جماعه افرضوا هو جابها لي هنا يبقى دي سي برضو. طب افرضوا الرسمه دي كانت كده يبقى دي سي برضو. انما يا جماعه ان الكرنت يكون هافينج بوزيتيف شويه فاليوز اباف الصفر وشويه فاليوز تحت الصفر، هو ده فقط الايه الاي سي. تمام حبايبي. اذا يا جماعه الاجابه 1 و3، 1 و3 يا جماعه دول دي سي، الوحيده الاي سي هي سيركت 2. ده سؤال جميل. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال 36. قبل ما اتكلم كلمه، الناس الجامده، الناس الحلوه، الناس المذاكره، الوضع ده كده في الجنريتور ماكسيمم ولا زيرو؟ وربنا قلتها في الحصه وملك حجه، وربنا قلتها في الحصه وملك حجه. طبعا يا جماعه زيرو، طبعا يا جماعه زيرو. امتى يكون ماكسيمم يا جماعه؟ امتى يكون ماكسيمم؟ امتى يكون ماكسيمم يا جماعه؟ ها مش قلنا يا جماعه لو اللي جناب، لو اللي جناب عند البولز يبقى ماكسيمم، ولو اللي جناب في النص يبقى زيرو. ارجع كده اهي اهي، مين دي ايه يا جماعه؟ دي ايه؟ لما يكون الجنب، لما يكون اللي جناب في النص، ده يبقى يا جماعه ده زيرو. طب لما يكون اللي جناب بتاعت الكويل عند النورث والساوث يبقى ده ايه؟ ماكسيمم. راجع راجع درس الجنريتور يا جماعه، راجع درس الجنريتور حبايبي، ركز في الحته دي. بيقول لك الوضعيه دي at time zero يا جماعه، هو لا اختلاف ان سي غلط ودي غلط، لا ده اي سي ولا ده اي سي. اذا الحيره ما بين مين ومين يا جماعه؟ الحيره ما بين مين ومين؟ بي واي. طب سؤال، يا ترى هي بي ولا ايه؟ مع العلم انه قال لك هذه الوضعيه هي at time zero يا جماعه. هو الوضعيه دي لما الجناب، لما الجناب يكونوا في النص، الوضعية دي ايه يا جماعة؟ يبقى لازم at time zero يبقى zero ولا لأ؟ يبقى الإجابة هتكون مين يا حلوين؟ A. ليه؟ يا جماعة يا مستر ما هي بي برضو تمشي A C. يا حبيبي. طب ممكن أسأل سؤال؟ ممكن أسأل سؤال؟ لو كان جابها لي كده وقال لي at time zero البتاع ده كده التايم زيرو، كانت الاجابه هتكون مين يا جماعه؟ كانت الاجابه هتكون بي معايا. اذا يا جماعه حاجتين هنا، هل تعلم يا صديقي وضعيه الماكسيمم ووضعيه الزيرو؟ وربنا قلتها 50 مره. تمام معايا. طيب دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده بيبر 2 فاريانت 3 جون 2020 السؤال 37. What occurs during nuclear fusion؟ nuclear fusion صار عندي حاجتين، fusion وفيجن. الفيوجن دي اللي بتحصل في الصن، الفيجن اللي بتحصل لليورانيوم. فايه هي الفيوجن يا جماعه؟ هيدروجينايا وهيدروجينايا دب يهبدوا في بعض هبده بانرجي عاليه، يلحموا في بعض ويعملوا هيليوم. يعملوا ايه؟ هيليوم، ويطلعوا كميه هائله من الانرجي، ويطلعوا كميه هائله من الانرجي. ده الفيوجن، ده الفيوجن التحام، غير الفيجن انقسام. سبليت ده فيجن، انما الجوين ده فيوجن. اتنين يا جماعه نيوكلياي يلحموا. طب يا ترى بياخدوا انرجي ولا بيطلعوا انرجي؟ يعني الخبطه دي بتطلع لي انرجي ولا بتسحب انرجي؟ يا راجل لو بتسحب انرجي كانت زمان الشمس دلوقتي ساقعه. لو دي بتسحب انرجي، ما ده اللي بيحصل في الشمس. لو بتسحب انرجي كان زمان الشمس دلوقتي ساقعه متلجه، تسحب الانرجي من الناس اللي حواليها. تمام.
دي إجابة هذا السؤال. جون 2020 بيبر 2 فاريانت 3 السؤال 38. سؤال مكرر يا جماعة، عندي هاف لايف 20 دايز، 8 تايمز 10 باور 8 اتومز 60 دايز. 60 دايز دي يعني 60 دايز يا جماعة فيها كام؟ 20. ال 60 دايز فيها كام؟ 20 3، يبقى هنقسم على 2 3 مرات. تمام، بيسأل على اللي عايشين ولا اللي ميتين؟ بيسأل على اللي لسه انستيبل ولا اللي خلاص ماتوا وقلبوا ستيبل؟ بيسأل على اللي ماتوا خلاص. يبقى 8 بعد هاف لايف يتبقى 4 تايمز 10 باور 10، بعد كمان هاف لايف يتبقى 2 تايمز 10 باور 10، بعد كمان هاف لايف يتبقى 1 تايمز 10 باور 10. تمام، انت قلت ايه؟ يتبقى ريمين. ريمين، انا بس ما بسالكش على الريمين، انا بسالش على ما بسالكش على لسه عايشين، انا بسالك على اللي ماتوا. سوري بقى، انت بتسال اللي ماتوا. 8 تايمز 10 باور 10 ماينس ال1 يطلع لي 7 تايمز 10 باور 10. سؤال هاف لايف قمه في الروعه. سؤال جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال 39. سؤال مكرر يا جماعه، الراجل يا جماعه كان حاطط الديتكتور كان عمال يديني قراية، حطيت بيبر فجأة القراية بقت فيري لو، يبقى ايه اللي طلع؟ البيبر وقفت يا جماعة، كان حاطط ديتكتور عمال قراية حط الورقة يا جماعة فجأة هوب القراية بقت ايه؟ بقت فيري لو. اكيد اكيد مين يا جماعة؟ طبعا ده اكيد ايه؟ الفا. جون 2020 بيبر 2 فارين 3 والسؤال الأربعين. السؤال الأربعين يا جماعة، ألفا وبيتا وجاما، مين في دول يتأثر بالإلكتريك فيلد؟ مين في دول يا جماعة يتأثر بالإلكتريك فيلد؟ ها، الألفا يا جماعة بوزيتيف تروح للنيجاتيف بليت، والبيتا يا جماعة نيجاتيف تروح للبوزيتيف بليت، الجاما يا جماعة هي اللي ما بتتأثرش بحاجة. إذن الوحيدين اللي هيتأثروا بالإلكتريك فيلد هي الألفا والبيتا. كده يا جماعة احنا خلصنا هذا الامتحان جون 2020 Paper 2 Variant 3.